في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية اجتمعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بحضور السادة أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى. وفي بداية الاجتماع رحبت معالي رئيس مجلس النواب بالحضور مؤكدة أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشارت إلى أن اللقاء يسهم في إطلاع السادة النواب على مستجدات وتطورات الأوضاع المحلية وبحث سبل تعزيز التعاون التشريعي في المجال الأمني والقانوني، مشيدة بجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. وأوضحت أننا شهدنا في الفترة الماضية مجموعة من التطورات المحلية والتي كان من أبرزها التوجيه الملكي السامي للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة والأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وذلك طبقا لما نصت عليه المادة رقم 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأن تلك التوجيهات السامية تسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. وأضافت أنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية المشتركة فإننا نؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع البحريني الواحد، وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن بقيادة جلالة الملك المفدى والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، منوهة إلى أن مجلسي الشورى والنواب يقفان صفا واحدا مع الحكومة الموقرة في تعزيز الأمن والاستقرار وسن التشريعات والقوانين التي تحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين ودعم المسيرة التنموية الشاملة. من جهته أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن القصد من الاجتماع إطلاع السادة أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى على أهم المستجدات في الشأن الداخلي من منطلق الدور الرائد والكبير الذي يطلع به السادة الأعضاء في الارتقاء بمسيرتنا الديمقراطية تعزيزا للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. واستعرض معالي الوزير خلال الاجتماع أمرين رئيسيين: الأول التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، والثاني الأمر الملكي السامي بتثبيت الجنسية لعدد 551 محكوما. وأوضح معالي الوزير أن قانون العقوبات والتدابير البديلة صدر بتاريخ 19 من يوليو 2017 وصدر القرار التنظيمي من وزير الداخلية بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة بتاريخ 16 من مايو 2018 ميلادية، مضيفا أن تطبيق هذا القانون يحقق الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وتهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانونا وعدم تكرارها مستقبلا، وبنفس الوقت الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب وتأهيل المحكوم عليه لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها. وأعرب معاليه عن تقديره للنيابة العامة عن دورها خلال البدء بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، موضحا أن تطبيق القانون أدى إلى استفادة عدد 451 شخصا بتطبيق عقوبات بديلة عليهم بدلا من عقوبة الحبس، حيث بلغ عدد المستفيدين من الرجال 388 شخصا ومن النساء عدد 52 امرأة ومن صغار السن عدد 11 شخصا، منوها إلى أنه في ظل التوجيهات الملكية السامية بتفعيل تطبيق قانون العقوبات البديلة يمكن أن يستفيد
من تطبيق العقوبات البديلة عدد آخر من النزلاء الذين تتوافر فيهم الاشتراطات الواردة بالقانون. وأشار إلى أن وزارة الداخلية عدت دليلا شاملا يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، منوها إلى أهمية دور مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلهم في حدود اختصاصه لتفعيل ذلك، وأيضا إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال بتوفير مجالات العمل في خدمة المجتمع لما لذلك من أثر إيجابي على قطاعات المجتمع. بعدها انتقل معالي وزير الداخلية للحديث عن موضوع تثبيت الجنسية، موضحا أنه انطلاقا من ثوابت الدستور وإعمالا لنصوصه وتعزيزا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتأكيدا للنهج الإصلاحي السامي واستكمالا لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر، أصدر جلالة الملك الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأشاد معالي الوزير بحكمة جلالة الملك ورؤيته ومبادرته التي تعلي من شأن الوطن والمواطن، مثمنا الموقف الحكيم لجلالته وتوجيهاته السديدة التي تخدم المصلحة العليا لمملكة البحرين، مضيفا أن العمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن محل اهتمام جلالة الملك على الدوام. وأوضح أن تثبيت الجنسية لا يعني سقوط العقوبات المحكوم بها على المدانين أو عدم تنفيذها أو الانتقاص منها، مشيرا إلى أن قانون الجنسية عالج مسألة إسقاط الجنسية في المادة 10 حيث أجاز لوزير الداخلية إذا تسبب شخص في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرفا يناقض واجب الولاء لها أن يرفع أمره إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات لإسقاط الجنسية. وفي نهاية اللقاء أكد معالي وزير الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية كونها شريكا رئيسيا في المسؤولية الوطنية من خلال تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة.